الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد بالرد على الميليشيات الموالية لإيران، والرد تحديدا على الضربة اللي صارت ضد قاعدة التنفل اللي استهدفوها الفصائل المسلحة الموالية لإيران بهذا الشكل، استهدفت بشكل مباشر وبشكل مؤثر جدا في عمق هذه القاعدة، ورغم عدم مقتل أي أحد ولكن المنظر نوعا ما باستهزاء بإهانة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح سبب كبير جدا في عملية تصريح جو بايدن بأننا سنرد على هذه الضربة. وكذلك هذه التصريحات اللي جت من الرئيس الأمريكي هي تأتي أيضا بعد 6 أيام فقط من صدور هذا التقرير اللي اهتمت به طبعا الأسوشيتد بريس من مسؤولين أمريكيين لم يصرحوا بأنفسهم أو بأسمائهم، وقالوا بصريح العبارة بأن إيران هي المسؤولة وهي التي تقف خلف الهجوم اللي صار بالطائرات المسيرة على قاعدة التنف. ولكن هنالك مشكلة بالنسبة لجو بايدن إذا ما قام بالرد، إذا ما اتخذت هذا القرار فعلا الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بالرد على إيران من هذا الهجوم. ليش؟ لأنه أولا هذه الطائرات المسيرة هي لم تنطلق من الأراضي الإيرانية، بل هي انطلقت بحسب كل التقارير وتأكيد كل التقارير، جاءت الطائرات المسيرة على قاعدة التنف من العراق، 3 طائرات مسيرة وطائرتين مسيرة أيضا اجت من سوريا مباشرة وتحديدا من قاعدة T4 بحسب آخر التقارير، وبالتالي كان الهجوم مزدوجا من العراق ومن سوريا مباشرة على قاعدة التنف، وبالتالي أي عملية رد من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة على إيران على سبيل المثال بأي شكل من الأشكال فهذه الضربة راح تكون غير مبررة. وهذا طبعا اللي اهتمت به وكذلك بررته أيضا واتفقت مع الاسبكتيتر البريطانية. شوف شنو اللي قالته هنا: من الواضح أن التكنولوجيا والدراية الإيرانية كانتا وراء ضربة التنف، لكن الطائرة المسيرة لم يتم إطلاقها من الأراضي الإيرانية، مما يجعل من الصعب على واشنطن الرد بالمثل بشكل مبرر. ليس هذا فحسب، بل أن عملية الرد الأمريكي هنا قد تجابه أصلاً بعملية ردع سريعة جداً من الفصائل الموالية لإيران بشكل مباشر، لأننا دعونا أن لا ننسى بأن هذه الفصائل عندما قامت بالرد وبضربة قاعدة التنف بشكل مباشر رغم عدم مقتل أي جندي أمريكي ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التفاصيل، إلا أنهم أصلاً قاموا بالانتقام لهجوم أساسا صار على قاعدة T4 اللي هي موجودة في سوريا واللي أدت إلى مقتل عدد من القيادات أو المقاتلين اللي موجودين في الفصائل الموالية لإيران. فبالتالي هم ممكن أن يردون بسرعة على هذا الموضوع. وأيضا هو يضع سيناريو مهم جدا يجب أن ننتبه إليه، أن الولايات المتحدة الأمريكية هنا عندما تتحدث عن رد هذا يفتح الجبهة اللي موجودة في العراق، ممكن أن تكون أو يكون الرد في العراق وممكن أن يكون الرد أيضا في سوريا، ولكن الترشيحات هي تذهب بين الولايات المتحدة الأمريكية قد تذهب فعلا إذا ما قامت بهذا الرد الذي تحدث عنه جو بايدن أن يكون في سوريا بدلا من أن يكون في العراق، كون أن العراق الآن الوضع محتقن سياسيا قد لا يكون في مصلحة أحد عملية استهداف الفصائل الموالية لإيران في العراق، على الرغم من أنها انطلقت الطائرات المسيرة التي نتحدث عنها 3 من الطائرات المسيرة من العراق، إلا أن الفصائل المسلحة اللي موجودة في العراق هي أيضا موجودة في سوريا، فهذا قد يعطي فترة أو فرصة أكبر لأن تكون الضربة فعلا في الداخل السوري بدلا من أن تكون في العراق أو تكون مزدوجة في سوريا وفي العراق. وبالحديث عن طبيعة الأهداف اللي ممكن أن تضربها الميليشيات وممكن فعلا أن تؤدي إلى عملية ضرر إلى القوات الأمريكية إذا ما تمت هذه الضربة التي تحدث عنها الآن جو بايدن وألزم نفسه بها، كما هو واضح من هذا الرئيس الأمريكي بهذا الحديث المثير، أن الأهداف الآن أصبحت واضحة مو بس للقواعد الأمريكية بالنسبة للفصائل الموالية لإيران وبالنسبة لإيران نفسها، بل أن الاختراقات الكثيرة اللي صارت على الداخل الإسرائيلي من قبل إيران بشكل مباشر كشفت الكثير من التفاصيل والإحداثيات والمواقع اللي موجودة في الداخل الإسرائيلي. يعني إحدى الهجمات اللي صارت مؤخرا هي صارت ضد هذه الشركة الإسرائيلية اللي اسمها سايبر سيرف من قبل هاكرز إيرانيين اسمهم بلاك شادو، واحدة من آخر الهجمات اللي صارت في عملية القرصنة من إيران على الداخل الإسرائيلي. وهذه الشركة هي تقوم بعملية استضافة لعدد من المواقع ولعدد من الشركات، أهم هذه الشركات شركتين للنقل العام في الداخل الإسرائيلي مع متحف للأطفال مع عدد من أيضا المواقع الأخرى، مباشرة اخترقوا هذه الشركة وأوقفوا الشركة بالكامل كما هو واضح. هذا هو طبعا موقع الشركة سايبر سيرف، مما أدى إلى عملية توقف هذه المواقع لشركات النقل العام وغيرها وأخذوا المعلومات كاملة، والبلاك شادو أبلغوا شركة سايبر سيرف بشكل مباشر عن طريق تطبيق التليجرام أنه يا أما أنتوا تسلمون 1,000,000 دولار كاملة
ومن ننشر المعلومات اللي تحصلنا عليها ولا نوقف الموقع مالتكم وترجع الأمور طبيعية، وأما أنه سنوقف الموقع وسننشر هذه المعلومات. وبحسب جيروزلم بوست، سايبر سيرف لم تدفع دولارا واحدا، وبالتالي الآن الموقع بهذا الشكل، أي واحد يدخل إلى هذا الموقع سيجده فعلا متوقف بهذا الشكل. والمثير أنه بلاك شادو هم مباشرة أيضا بعد هذه العملية أيضا حفوا الجروب والمجموعة اللي هم يشتغلون عليها على تطبيق التليجرام واختفوا، وبعد ساعات قليلة مباشرة انتل سكاي أعلنت بأن هنالك إحداثيات لمواقع كثيرة وحساسة موجودة في الداخل الإسرائيلي انكشفت وتسربت على مواقع الإنترنت. بعد ساعات قليلة جدا نشروا بهذا الشكل في هذه التغريدة، ونشروا الصور لطبيعة المواقع اللي موجودة في إسرائيل اللي هي انكشفت، واللي طبعا كل إحداثياتها أصبحت واضحة. كل بن أصفر ده تشوفوه هنا هو عبارة عن موقع حساس، قد يكون عسكري قد يكون لقيادات أو غيرها، حصلوا عليها الهاكرز الإيراني من طبيعة هذه الاختراقات اللي سووها، قد تكون لمسؤولين كذلك. ومن خلال هذه الإحداثيات التي نراها طبعا أمامكم، كلها هذه عناوين ومواقع وإحداثيات جاهزة، أي واحد يريد يعرف أي موقع لأي طرف هي كلها موجودة بهذه الأرقام. والمشكلة الجديدة على الإسرائيليين الآن إنهم شلون صاروا الآن أهداف واضحة من طبيعة هذه الاختراقات، إن هنالك قضية أخرى إجتي هي من الولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي وقع على أمر لتحديث الأقمار الصناعية لكي تكون واضحة للغاية ودقتها تزيد حتى تفيدهم هم. ولكن المشكلة هي الآن أصبحت متوفرة فري على تطبيق اسمه ماب بوكس، أي واحد يقدر يدخل على الأقمار الصناعية ويشوف طبيعة شلون إنه أصبحت حديثة وهذا يعني محدثة ودقيقة، وهذا اللي يقلق الإسرائيليين لأنه كشفت المواقع مالتهم الآن صارت إحداثيات وأقمار صناعية واضحة للغاية. فلذلك على سبيل المثال إذا أخذنا ثلاثة مواقع مهمة جدا موجودة في إسرائيل، هي واحدة منها مثلا مفاعل ديمونة الإسرائيلي المفاعل النووي، كذلك هنالك قاعدة تقريبا بهذه النقطة اللي هي طبعا قاعدة موجودة هنا اسمها تلنوف، وكذلك هنالك قاعدة بالمحيم الجوية أيضا موجودة هنا. دعونا نأخذ هذه الأمثلة بس حتى نشوف شلون تغيرت هذه الأقمار الصناعية، نبدأ من ديمونة وننتقل إلى تلنوف وكذلك إلى بالمحيم الجوية، هذه القاعدة المهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. الآن إذا جينا للتفاصيل هنا مثلا على الأقمار الصناعية على جوجل إيرث، أي شخص يستطيع أن يدخل، هذا هو مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي. إذا من لاحظ الصورة طبعا واضحة جدا بها التفاصيل أو غيرها، ولكن شوف هذه الصورة الواضحة القادمة الآن في ظل هذه التحديثات الجديدة، واضح تفاصيل مع ألوان كثيرة جدا. دعونا نقترب من هذه النقطة، نسوي زوم أكثر، سنلاحظ هنا بالجوجل إيرث على سبيل المثال سنلاحظ أن الصورة مبكسلة، صورة غير واضحة، الكثير من التفاصيل لا تبدو واضحة، ولكن الآن أصبحت الأمور دقيقة، أصبحت واضحة، أي شيء ممكن أن يكون موجود في تاريخ معين ويتحرك في التاريخ الآخر يوضح بأن هنالك فعلا تحركات تجري. الآن دعونا ننتقل إلى قاعدة تلنوف الآن كما تحدثنا ونأخذ هذه الأمثلة. شوف هذه الصورة لهذه الهليكوبترات اللي هي موجودة هنا التابعة طبعا للجيش الإسرائيلي في هذه القاعدة، وشوف صورة القمر الصناعي المحدث اللي موجود على ماب بوكس، ستلاحظ أن التفاصيل أصبحت واضحة، الكل بدأ يعرف كل ما يجري من أهداف، أصبحت واضحة ودقيقة، والواحد ممكن يراقبهم فري بلاش، لا يحتاج أن يدفع دولارا واحدا لكي يعرف ويرى هذه التفاصيل. بالإضافة إلى ذلك هذه الصورة أخرى لهذه القاعدة، هنالك طائرات حربية بهذا الاتجاه على ما تبدو بأنها F-16 أو F-15، قد تكون غير واضحة بالجوجل إيرث ولكن بهذا القمر الصناعي المحدث الجديد واضح جدا، يعني واضحة جدا، أي واحد يقدر يشوفها ويراقبها كيف هي تتحرك أو كيف تأتي يمينا أو شمالا. ودعونا ننتقل الآن إلى الصورة الأخيرة للقاعدة الأخرى اللي هي بالمحيم الجوية، وسنلاحظ فعلا بأنها بيكسليشن عالي جدا، غير واضحة تماما هنا في هذا الاتجاه، واضح أن هنالك هليكوبترات ولكنها غير واضحة بجوجل إيرث. دعونا الآن نرى الأقمار الصناعية، وهي أقمار صناعية إسرائيلية، المثير في الأمر اللي وقع عليها دونالد ترامب لكي تصبح واضحة بهذا الشكل. شوف الصورة كيف هي واضحة الآن، وهذا اللي أزعج تماما الكثير من القيادات والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي اللي هم السابقين بدأوا يتحدثون بشكل واضح، إحنا صرنا أهداف واضحة، أصبحنا مكشوفين، أصبحنا معروفين، إحداثيات من اختراقات إلكترونية وفي الأقمار الصناعية أصبحت واضحة، وبالتالي بالنظر اللي صار وعلى اللي صار في التنف إحنا ممكن أن نتعرض كما هم يتحدثون إلى طائرات مسيرة مباشرة في ظل هذه الإحداثيات، وممكن أن تكون مؤثرة كما هو كان الحال
في قاعدة التنف. ننتظر ونرى إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا ستذهب إلى هذا الطريق وتقوم بهذه الضربة على الميليشيات الموالية لإيران.